السنة دي نتوقع إيه؟ ما كانش في مؤتمر أو منتدى السنة اللي فاتت للأسف عشان الكورونا وأحداث الكورونا. السنة دي نتوقع، احكي لي كده بسرعة، 1 2 3 4. احنا لما جينا خططنا السنة دي وقلنا إن احنا عايزين نتكلم السنة دي إيه المحاور اللي هنتكلم عنها، فعارفين إن الكورونا أثرت في محاور مختلفة من نواحي الحياة. كل العالم حتى الأمم المتحدة عملت مؤتمرات عن الكورونا. بالظبط. فبالتالي احنا محور كلامنا كله هيكون عن جائحة الكورونا والعالم ما بعد الجائحة هيبقى شكله عامل إزاي. فبالتالي حضرنا مجموعة محاور، أول محور فيهم هيبقى محور الطاقة. أنا آسف جدا سارة، أنتوا بجد الشباب اللي بتقعدوا تحضروا ده؟ كل التنظيم وكل تحضير المحتوى وكل تصميم الجلسات شباب مصري، مجموعة من زملائي كلهم من فريق الإعداد، بنقعد مع بعض بيسهروا الليل. فرق نحل بسميها فرق النحل، وخلايا النحل بتشتغل بتتقسم. أنتوا بتسموا بعض فرق النحل؟ خلايا النحل بالظبط، لأن احنا فعلا أول ما بناخد إن يا جماعة ابدأوا اشتغلوا. بس بنبدأ نتطول كل واحد عارف طريقه. كل واحد المحور الأول الطاقة. مظبوط. المحور الطاقة وكل التغيرات اللي حصلت في المحور والارتفاع ده. والارتفاع طبعا في الأسعار، ده على ما يجي يناير هتكون الدنيا عز يعني. تمام. هي البدائل، هي الطاقة المتجددة وهكذا. محور تاني هيركز على شكل العالم من بعد الكورونا، طبعا فكرة العمل عن بعد والدراسة عن بعد، فبالتالي محور للتعليم ومحور خاص بمستقبل ريادة الأعمال في عالم ما بعد الجائحة هيبقى شكله عامل إزاي؟ إيه الفرص الموجودة للشباب قدام؟ محور تاني برضو هيركز على الرعاية الصحية ودور الرعاية الصحية وتقديم الخدمات، وإيه الخدمات الأساسية لكل مواطن في جميع أنحاء العالم لازم يحصل عليها من رعاية صحية، النماذج الناجحة في مواجهة الكورونا والنماذج اللي محتاجة إنها تتعلم من التحديات اللي احنا شفناها خلال الفترة اللي فاتت. وأخيرا وليس أخيرا، مواجهة التغيرات المناخية والبيئية. طبعا ده موضوع مهم وحيوي جدا في العالم كله. طيب يعني دول الخمس محاور الأساسية اللي انتوا هتشتغلوا عليهم في هذه الفترة. طيب.